بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا السؤال طالب منا انه نحسب ال DHT بالاسكارا مانيبوليتر ونرسمه بالماتلاب. اول اشي لازم نجيب اول اشي قيم ال DHT. ال DHT اول قيمة عندنا ثيتا. ثيتا هي الزاوية بين الاكس والاكس على محور زد اي ناقص واحد، يعني الزاوية بين الاكس هذه والاكس هذه على زد اي ناقص هذه اللي هي الزد هذه اللي قبل، فهي عبارة عن زاوية ثيتا واحد زي ما احنا شايفين ثيتا واحد اللي هي متغيرة. الدي هي عبارة عن المسافة بين الاو الاوريجين والاوريجين على طول محور زد اي ناقص واحد، والمحور زد اي ناقص واحد هذا هو زد اي ناقص واحد. ايش المسافة بين O والO على هذا المحور؟ هي عبارة عن A2، فحنكتب له هنا A2. طالب لنا الألفا. الألفا هي التويست او الزاوية بين الزد والزد على محور X اللي انا واقف عليه، فهي الزاوية هاي الزد وهي الزد، الزاوية بيناتهم على محور الزد X على هذا المحور الزاوية بيناتهم زيرو. الA هي عبارة عن المسافة بين الزد والمسافة بين الزد والزد على محور الإكس أي. هاي الزد عنا، هذا زد وهي زد، فالمسافة بيناتهم هي عبارة عن A1. نكمل لللينك الثاني. اللينك الثاني نفس قبل شوية، الزاوية بين الإكس بين الإكس والإكس بين الإكس والإكس هي عبارة عن ثيتا متغيرة. الدي المسافة بين الأو والأو على المسافة بين الأو والأو على طول الزد. وين الزد؟ هذا هي الزد بالطول الماخذة طول، وعندنا الزد اللي نازل تحت. المسافة بين الأو والأو على هذا المستوى هي عبارة عن زيرو. بالنسبة للألفا، الألفا التويست الزاوية بين الزد والزد، نضع اليد إبهام اليد اليمنى في اتجاه إكس واحد، ونلف اليد إلى مع عقارب الساعة أو ضد عقارب الساعة ونحسب الزاوية، فحتطلع يعني لنفس القيمة هذه، ممكن تأخذ باي أو سالب باي. الA هي عبارة عن المسافة بين الزد والزد، المسافة بين الزد والزد، المسافة بين الزد والزد على طول الإكس. هاي عنا الزد وهاي عنا الزد، فالمسافة بيناتهم عبارة عن A3. المسافة بيناتهم عبارة عن A3. طبعا هو كان مسمى مسميات أخرى، إحنا عندنا التسمية. نغير اللون. بالنسبة لللينك الثالث، المسافة أو الزاوية، فيش عندنا زاوية متغيرة، فهتكون عبارة عن صفر. الزاوية بين الإكس هذه الإكس وهذه الإكس فيش، لا يوجد تغير، بل التغير في اللينك البعدي، فهو عبارة عن هنا الإكس زيرو. لكن عندنا دي المتغير لأنه هذا بريزماتيك، فهيكون عندنا دي. تمام. الألفا التويست الزاوية بين الزد والزد، أي الزد عندنا لتحت والزد بين لتحت، فالزاوية صفر. والA المسافة بين الزد والزد بما أنهم متطابقين فهي برضو صفر. الفريم الأخير يأخذ نفس اتجاهات الفريم اللي قبل الأخير، فالزاوية عبارة عن في هذه الحالة عبارة عن ثيتا. الزاوية بين الإكس والإكس بين الإكس والإكس عبارة عن ثيتا. الدي بين الأوريجين والأوريجين عبارة عن A4. الألفا
الألفا اللي تويست زد زدات متطابقة فهي الزاوية صفر، والA اللي هي المسافة بين الزد والزد بما إنه متطابقين بأرضه برضو صفر. هنروح ننقل البيانات هذه على الماتلاب. هاي عنا A1 A2 A3 A4، طبعا عرفنا المتغيرات. بهمنا كيف نكتب الـ DH table. الـ DH table نعرف L serial، serial link، L اللي هو يساوي link، نضع الثيتا، D A الألفا. الثيتا لو أعطناها يعني أي قيمة فهو حيعتبرها إنه variable. بما إنه هاد الدي عندنا constant فهو هيعتبر إنه الثيتا variable، أو بالأحرى إنه آخر إشي هو بدللنا على نوع اللينك. فإذا كان عندنا zero حيكون عندنا ريفوليوت، إذا كان عندنا واحد حيكون عندنا prismatic. فهو عندنا أربعة لينك، حنصفط الداتا اللي بدي اتشتابل بهذا الشكل، ثيتا زي ما هي، A2 حيا D عبارة عن A2، بعدين ال A عبارة عن ال A عبارة عن A1 والألفا 0 والزيرو هذا للريفوليوت. اللينك الثاني قلنا ثيتا D 0، A3 اللي هي ال A، والألفا اللي هي الباي. واللينك الثالث والرابع بنفس الطريقة، بنعرف السيريال لينك، نضيف اللينكات اللي عرفناهم نضيفهم في اوبجكت السيريال لينك، ونسمي الروبوت مثلا روبوت اي جي، بنحدد له ورك سبيس بين ليميت اكس واي من اكس لو لاكس هاي، واي لو واي هاي، زد لو ليميتات يعني بالمحاور، ومن نخليه يعني او منضيف شوية انيميشن عليه بالفور لوب. يعني هذا الفور بتحرك اللينك الاول، الفور الثانية بتبدأ من عند اخر قيمة اللينك الاول بتبدأ في اللينك الثاني، الفور رقم 3 بتبدأ من عند اخر قيمة لللينك الثاني والاول، وبتضيف لي بريزماتيك الاخيرة حتعمل لي دوران للإندفكتور. نشغل الكود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.